السلام عليكم. سأبدأ أشرح سؤال من كابتر 6 مساحة. طبعا السؤال بقدر أعتبره أنه هذا الفيديو هو بارت 3 للشابتر، لأنه فيه عبارة عن حل تركات، بس لأنه معظم التركات انحكت بس ما انشرحت بشكل واضح. فنيجي لهذا السؤال. هذا سؤال كابتر سعدي، معطيني الأزيمة للبي سي. أزيمة بي سي تساوي 60. طبعا كيف رحت انه هاي الازمة في البي سي؟ اذا هذا الضلع بي سي وهذا النورث، الزاوية اللي بتعمل من النورث للضلع هي الازمة في بي سي، وهاي اللي بتكون فورورد. فورورد تمام. هاي فورورد ازمة في بي سي، هذا الاشي متعلمينه من قبل. حتى لو فرض هذا السؤال طلبت الازمة في الزوايا الباقية، حتى لو بتعمل الازمة في اي بي او بي اي، بي اي نفسها اي بي ما بفرق معي. انت راح تيجي تحكي لي هي الزاوية الأزمة الأولى زائد الزاوية بين الضلعين زائد 104 زائد 180 وتساوي 338. إذا عملت زي هيك أنا راح أحط لك خطأ وراح أحط لك صفر. راح تحكي لي ليش؟ راح أحكي لك لأنه إحنا لما بدنا نحسب للترافيرسس، إحنا لما نحسب أزمة بي أي و أي إي و أي دي و ودي سي وسي بي، كنا نحكي ايش؟ كنا نحكي انه هذول بحسبهم مشان لما اجي احسب اللينير كلوجر ايرور. وحكينا دائما لما نحسب اللينير كلوجر ايرور، لو رجعنا للجدول كنا نحكي مثلا هون سايد، كنا نحكي هنا بوينت مثلا كنا نحكي كوركتد interior angle. تمام. فبالتالي لما احنا بدنا نحسب للترافيرس باللينير كلوجر ايرور، لازم الزوايا الداخليه تكون كوركتد، زوايا صحيحه. طيب انا شو معرفني اذا هذول الزوايا صحيحه؟ بتروح اشيك على الانجولر كلوجر ايرور. يعني المثال اللي شرح بالسلايدات، شو كان المثال؟ المثال حكي لي بناء على المثال السابق، والمثال السابق كان يصحح الزوايا، احسب الازيمات واحسب الديبارشر واللاتري او لاتيتيود والسوالف هاي. فبالتالي الانكلر كلوجر ايرور بده يساوي الجيومتريك سميشن اللي هو هذول خمس زوايا، 5 ناقص 2 في 180 ناقص السميشن للزوايا الداخليه، اجمع لي اياهم مع بعض، هاي زائد هاي زائد هاي زائد هاي زائد هاي، تطلع 5 3 5 ويساوي 5 درجات. بالتالي صار عندي خطأ بالقراءات. فلو في عندي خطأ بالقراءات معناته أنا بدي أرجع أصحح الزوايا عشان أوجد الأزمة. فبالتالي الإيرور هو 5 درجات. طيب الإيرور لكل زاوية كم؟ correction bear angle، correction قوانين هاي اللي نعرفها، هي 5 درجات على ايش؟ كم زاوية عندي؟ 5، فتساوي 1، فكل زاوية بتزيد عليها درجة، فهاي بتصير 105، هاي بتصير 111، بتصير 96، 129، وبتصير 99. فبالتالي الألفا بي اي تكون هاي 99، تساوي 339، وبنمسح الزيرو، وانت هيك اخذت 100%. هذا اللي أنا جاي أوصل لك إياه يعني. هذا الفيديو أنا بس بدي إياك تعرف إنه بدك توجد الزوايا تحل زي هيك. طيب ثاني شغلة، ممكن إن أنا كانوا طلاب A B، مشان أكون هيك إشي صحيح وكويس، إن لما بدي أمشي أنا زي هيك، هاي بسموها إيش؟ عكس أقارب الساعة، كنت أخذ الزوايا الداخلية. يعني لما أحكي الأزيمث أحكي 60 الأزيمث الأولى زائد 99. طبعا انا بدي امشي عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة يعني هيك. لما بدي امشي بدي احكي بي سي سي دي دي اي 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 بي. فلما بدي امشي زي هيك انا لازم اخذ الزوايا الخارجية، هذا التريك. فلما بدي اخذ الزوايا الخارجية يعني السايد بي سي صارت زاويته هيك، وهاي صارت زاويته هيك، وصارت زاويته هيك، وهاي صارت زاويته هيك، وهاي صارت زاويته هيك. فبالتالي طيب هاي الزاوية قد هاي الزاوية بعطيني 360. فبالتالي هاي 360
ناقص 99 هاي 360 ناقص 129 وهيك. فهيك أنا طلعت زوايا الإكستيريور. لما بدي أحل بدي أطلع مثلا ألفا سي دي، ألفا سي دي شو بحكي؟ بحكي الزاوية 60 زائد الزاوية بين الضلعين زائد 180. فلما بدي أحكي أحسب الزاوية ألفا الأزيمث لهاذ شو بحكي؟ الألفا اللي قبلها زائد الزاوية بين الضلعين، الضلع هاذ وهاذ شو الزاوية بينهم هاي؟ زائد هذيك وبكمل. بطلع الأزيمث وبتطلع معي الألفا أي بي 339 وتطلع خاوة تطلع نفسها. طيب هيك احنا حسبنا الأزيمث للزوايا. طيب هسا نجي لمصطلح ثاني، لا مصطلح سؤال ثاني مهم جدا 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 ومش موجود ولا نذكر بالشرح، يعني هذا أول مرة راح تشوفوه بالفيديو هذا. السؤال كالتالي، طلب منك الباك وورد بيرينج، باك وورد بيرينج يعني بيرينج الباك وورد. يعني بيرينج باك وورد، كنا نحكي وكان عندي زي هيك طلع وهاي هاي الأزيمث، كنا نحكي البيرينج شو بيساوي؟ بيساوي الأزيمث. ليش؟ اللي هو الزاوية من النورث أو الساوث للضلع. تمام. فرض مني باكورد بيرنج. باكورد بيرنج شو يعني؟ يعني بتمسك الأزيمث بتخليها باكورد. طيب لو طلب مني الباكورد للبي سي، البي سي شو بعمل أنا؟ أنا هذا الضلع بي سي وهاي الزاوية 60 وهذا النورث للهاي، بالتالي هاي الزاوية 60 فالأزيمث باكورد راح تكون الزاوية هاي 60 أو تكون هاي لحالها 180 اللي هي من هون لهون، يعني بتكون كلها 240. فبالتالي الفورورد أزيمث الباكورد أزيمث هي 240 يعني هون، فهاي قديش تكون؟ هاي تكون 60 وهاي كاملة 240. تمام 240. فبالتالي شو الباكورد هون؟ هاي كاملة باكورد أزيمث وهاي باكورد بيرنج بسموها. قديش باكورد بيرنج؟ 60 ساوث ويست. بالمختصر طب مني بيرنج لحالها، بحسب البيرنج يعني بيرنج بي تي قديش بيرنج بي سي هيو بس 60 60 نورث ايست. طيب طلب مني باكورد بيرنج يعني انا بمسك الازيمث البيرنج الازيمث باكورد وباخذها، يعني انا بدي احسب باكورد بيرنج لازم اطلع الباكورد ازيمث. الباكورد ازيمث هي 180 زائد الفورورد ازيمث زائد الفورورد ازيمث. هيك وصلت نهاية الفيديو. اتعلمنا بهذا الفيديو شغلتين، الشيء اسمه مصطلح جديد اسمه باكورد بيرنج. باكورد بيرنج هو حسب الباكورد ازيمث من خلاله برسم رسمة البيرنج، وتعلم شغلة ثانية ان لازم اعمل كوركتد للزوايا. يعطيكم ألف عافية، لازم أعمل كوركتد للزوايا قبل ما أحل.